أعلن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور إطلاق مبادرة سباق المناخ خلال جلسة الأرض ضمن فعاليات اليوم الرابع لمؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. وأوضح آل جور أن نحو 162 مليون طن من الكربون يتم إطلاقها في الهواء، ما تسبب في غازات الاحتباس الحراري التي تساوي الحرارة الناجمة عن قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة. من يسبب أزمة المناخ من خلال إطلاق 162 مليون طن من الكربون في الهواء؟ إننا أمام مشكلة كبيرة. نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وهناك غازات الاحتباس الحراري التي تسبب التلوث، وهي تتراكم، وهذه الغازات تقوم بحبس الحرارة، وهي تساوي الحرارة الناجمة عن قنبلة هيروشيما 600 ألف مرة.